منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في إيران، حولت السلطات الحاكمة البلاد إلى أكبر سجن للصحفيات في العالم، بحسب ما تشير إليه تقارير منظمات حقوقية تتحدث فيها عن التهم الغامضة التي توجهها السلطات إلى الصحفيين، متذرعة بالأمن القومي تارة وتارة أخرى بالدعاية ضد النظام. ومن بين الصحفيات المعتقلات نيلوفر حميدي وأيلها محمدي اللتان غطتا جريمة مقتل الشابة الكردية جينا أميني، والصحفية مليكة هاشمي التي استدعيت للاستجواب في سجن إيفين بتاريخ 21 كانون الثاني يناير من العام الجاري، لكن أخبارها انقطعت منذ لحظة دخولها، وفي صباح اليوم التالي 22 كانون الثاني لحقت بها في ذلك المركز سيئة السمعة كل من مهرنوش زارع والصحفية الاقتصادية سعيدة شفيعي. وتطول القائمة لتضم أيضاً كل من الصحفية والناشطة نسيم سلطان بيغي ونازيلا معروفيان التي أجرت لقاءاً مع والدة جينا أميني وزهرة وهدى توحيدي الصحفيتين والأختين الناشطتين. وعند البحث عن هؤلاء الصحفيات تجد أن كل واحدة منهن اعتقلت عدداً من المرات حتى قبل مقتل جينا. منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت من جهتها السلطات بإسقاط التهم المتعلقة بالتغطية الصحفية وكتابات الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنهاء الحملة المستمرة من المضايقات والملاحقات القضائية، والعقاب بحق أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. كما أوضحت الباحثة الأولى في الشؤون الإيرانية في هيومن رايتس ووتش تارا سبهري فر أن القضاء الإيراني بدأ مجدداً باستدعاء الصحفيين والحقوقيين ومضايقتهم في عقاب لأي شخص يرفض التزام الصمت، وسعت السلطات بلا هوادة إلى مقاضاة ومعاقبة أي شخص يبلغ عن القضايا الاجتماعية والمظالم التي كانت محور الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية. ومنذ أيلول سبتمبر 2022 خرج الإيرانيون إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل الشابة الكردية جينا أميني، والتي كانت الشرارة للاحتجاج ضد الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد، لتقابل السلطات هذه الاحتجاجات بحملات الاعتقال الواسعة التي كان للصحفيين النصيب الأكبر منها.